بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الفل يا حبايبي. النهارده عندنا ايه؟ عندنا اكله بقى ايه، بطايه جميله كده، غسلتها ونضفتها كده ونقعتها بميه وخل وليمون. وعندنا ايه، اللوبيا، هما الحاجه الاساسيه بتاعتنا. طبعا انا نقيت اللوبيا وغسلتها اهي، وبتتسلق دلوقتي بسلقها. وعندنا بقى تاني عندنا ايه، فرخيه كده حلوة كده جميلة، غسلتها برضو نقعتها كده، نضفتها خالص من جوه زي ما شايفين كده برضو، وقطعت الوركين لوحدهم ونضفتهم بالطريقة دي كده، ومخلتش فيهم اي حاجة، لازم انت تغسلوا كده نقعة جامدة. طبعا دي تربية ايدي، فراخ تربية ايدي وحياة عيني. صباح الفل يا حبايب قلبي. طبعا هنا ايه، عندنا البصلة نقطعتها، حطيت شوية زيت ومعلقة سمنة للوبيا، اللوبيا البيضة، اللوبيا البيضة ام قلب ابيض اهي. وطبعا دي عشان ايه، عشان المحشي، هنعمل بقى شويه محشي. بس طبعا المحشي بتاعنا مش الاساس، لان انا عملته معاكم كتير قبل كده، عملته مرتين. وايه الاساس بتاعنا دلوقتي؟ البطايه الجميله دي، طبعا انا غسلها من جوه ومخليها قشطه فله كده، شايله كل حاجات فيها الفضلات، وشايله كل حاجه فيها ومخليها بيضه زي ما انتم شايفين كده، ونقعاها بقى لي ساعتين دلوقتي. هنغسل بقى دلوقتي، هغسلهم ونبدا بقى ايه، نجهز التجهيزات بقى بتاعتنا النهارده عشان ايه، ونقول لكم صباح الفل وصباح الياسمين عليكم وعلى احلى حبايبي واهل وعيلتي التانية. حبايبي دي الطماطم اللي انا كنت مخزناها معاكم، جميله اهي. طبعا انا بتاعت المحشي انا مش هقشرها، لانها هي بتتفرم كده مع نفسها كلها. اما بتاعت اللوبيا انا بقشرها كده عشان ايه، القشره دي ما تبانش فيها خالص كده. اهي بتتقشر كده، مفيش فيها حاجه خالص. لكن بتاعه المحشي بقى هو كله بيفرم مع بعض، لانه بيبقى ملفوف الصابع، مش بتبان يعني. بس انا ما بحبش في الفاصوليا او اللوبيا حاجه تبقى فيها تفل يعني، عشان بتبان يعني عن المحشي. تطلع سهله خالص اهي وجميله اهي، مفيهاش فيها حاجة خالص. ازاي؟ اعملي بقى زي ما الطماطم، زي ما انت عايزة. الطماطم رخصت اليومين دول، بقت 3 بـ10 ولا 4 بـ10. تمام. طبعا اللوبيا بتاعتنا بقى ايه، شوفها بقى كده، لسه شويه عشان ايه، سيبها شويه كده عشان ايه تستوي معايا بسرعه في التغذيه في الصلصه بتاعتها. بص يا حبايبي، دي البصله كده اتحمرت، انا مش عايزاها اكتر من كده لانه محشي. حط عليها الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبك بقى كده براحتها. بس حبايبي البصله بتاعت الفاصوليا اهي برضو احمرت اهي زي ما انا عايزه. نحط عليها الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها بقى تتسبك تسبيكه حلوه كده وتحمر معانا كده وتبقى زي الفل. وبعدين هنسقط ايه، اللوبيا عليها، الفاصوليا اه. الاثنين ولاد عمي يعني، الفاصوليا واللوبيا اهي. بصت الطماطم بتاعتها حلوه وكتيرة ازاي، عشان تبقى صلصة حلوة معايا. انا بحب اكترها عشان تبقى صلصة باينة معايا جميلة يعني، ما بحبهاش تبقى صايصة بصراحة. بس حبايبي الصلصة بتاعت المحشي بتاعتنا شكلها عامل ازاي، فانا حبيت بس اوريها لكم كده، شوفوا منظرها الجميل
اهي. طبعا زي ما انا قلت للحبايب اللي المحشي مش اساسي بتاعنا، الاساسي بتاعنا اللوبيا والبطايه. طبعا هي لسه هي ما اتثبتتش، بتحاول، البخار طبعا مغطي، بس ايه هتبقى ان شاء الله. شايفين دي بقى يا حبايب المرته اللي انا عملتها بتاعه البطه. انا عملت لها مرته كده بصلايه، وقطعت طماطمايه، وحطيت التوابل بتاعتنا فلفل اسود وملح، وحطيت معلقه صغيره، نص معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر، وقلبتها مع بعضها، وحطيت مع نص معلقه سبع بهارات عشان تدي معانا البطه طعمها جميل. هنحشيها دلوقتي، هحشيها. بصي يا حبايبي انا هحشيها معاكم اهي من جوه. انا مش هعملها يعني ايه، هحط فيها التتبيله اللي انا ايه عملتها مرته كده اهي. بنعملها كده من الجوه كده، بتعمليها كده خالص لان عشان تاكل في الملح بتاعها اهي. دي كده من فوق، حاولي ما تكتريش برضو عشان الشوربه بتاعتك مش تبوظ كده. حط ايه تحت الجلد كده، انا حاولت برضو افتح الجلد كده عشان احط ايه فيها، اغرز فيها كده كلها على قد ما تقدري، غرزي تحت الجلد ده كده اهي. نيجي من فوق بقى من هنا كده، هنحط حبه الطريقه دي بقى كده. طبعا الميه هنا ايه غليت معانا، وحطيت ورقتين لوري، وحطيت وحدتين حبهان. هنحط بقى البطايه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. نسيبها بقى تغلي معانا. بس يا حبايبي انا سلقتها وبالطريقه دي كده اهي، يعني ماسكه نفسها ايه اهي، عشان ايه ما تهريهاش خالص عشان تفضل معاكي في الصلصه كويسه. طبعا الصلصه جهزت، وحطينا البهارات بتاعتنا فلفل اسود، وحطينا مكعب مرق الدجاج، وحطيت معلقه توم باودر وبصل باودر. وطبعا بصوا البتغذيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما بحطش عليها ميه دلوقتي خالص عشان ايه، الا لما تاخد لون معايا كده عشان تحمر معايا. بوطش عليها البوتاجاز بقى ايه خالص ايه عشان ايه تحمر معايا. بصوا شكلها اهي جميل معايا كده، ومنظرها حلو. مش عارفه الكاميرا مش جايباها حقها ليه، لانها هي جميله قوي، حمراء وجميله قوي. مش عارفه احاول اظبط. اهي اسيبها بقى مع نفسها، اغطيها واسيبها تستوي معانا لغايه ايه ما نشوف البطه بتاعتنا اهي. بس منظرها دي جميل اهو، هي بس عشان الضوء النور معاكس معايا. بصوا يا حبايبي المرته بتاعتي حطيتها هنا شويه، هنحط بقى ايه. انا طبعا عملت معاكم الفراخ المشويه والفراخ اللي في الفرن اللي هي في الكيس الحراري وكده ايه. هحط معاكم الفراخ المره دي طريقه جديده تتشوح كده. هنحط بقى عليها اللي فاضل من المرته بتاعتنا دي كده زي تتبيله كده اهو اهي. المرته دي بتخلي الفراخ، انا ما بحطش لا ميه ولا حاجه، هي بتستوي منها لنفسها، بتبك اللي فيها وتشربه تاني في التسويه، بتبقى طعمها جميل جميل يعني، الطريقه حلوه قوي اهي. دي كده ما بحطش عليها اي حاجه وهتستوي معاكم وهوريها لكم. ادي يا حبايبي المحشي بتاعي اهو. طبعا انا ما جبتهوش وانا بقوره ولا انا بحشيه، لان انا جايباه معاكم قبل كده، انا بس قلت لكم بصوره معاكم اهو. حطيته على البوتاجاز وحطيت الشوربه عليه بتاعه البطايه بتاعتي، واللي عليه ده مكعبين مرقه الدجاج عليه، هي لسه حطاه يا دوبك لسه بيقوم اهو.
اهو. ايه رايكم بقى في المحشي بتاعي؟ انا عازمكم كلكم على فكره، وحد ما يجيش حبايبي اللي معايا متابعين اهو. قرن فلفل احمر وقرن فلفل والكوسه بتاعتنا الجميله. طبعا النهارده يعني عزومه خفيفه كده، اختي وجوزها، فقلت ما اعمل حاجه بسيطه كده على قد الحال يعني. اهو حبيبي المحشي بتاعنا اهو عمال يتكتك مع نفسه كده، لسه بقى ايه شويه كمان بتاع ربع ساعه كده ونطلعه. طبعا البطايه عندنا الفرخه اهي استوت، هطلعها بس هنحمرها مع البطه. لسه البطه طبعا دي انا شوحتها واستوت كده، وايه والبطايه لسه هنشوفها كده استوت ولا لا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا نقلتها في حله تانية عشان ايه كانت صغيره اهي، وطبعا انا مخرماها هنا كده الخرم ده عشان ايه لو فيها اي حاجه تصفي. هي لسه شويه كده اهي، تعرفيها من هنا كده لو ايدك غرزت او اي سكينه او شوكه غرزت بتبقى خلاص تمام، اما هي لسه شويه كده وايه ونطلعها بقى نحطها في الفرن تتقزقز معانا بقى. مش عارفه هي اهي ما شاء الله. حبايبي انا هنا بقى ايه هنعمل الرز عشان الفاصوليا، هنعمله ايه حبه وحبه، مش هعمله بشعريه، بعمله كده حبه بحبه معاكم اهو. وهنا ايه البطه بتاعتنا بقى والفراخ هنحوصها صلصه عشان ادخلها الفرن. بسم الله. طبعا الصلصه بتاعتي اهي، انا كنت خدت حبه من المحشي اهي، ما عملتش كاتشب ولا صلصه ولا اي حاجه، انا خدت حبه بس من بتوع المحشي اهي، نقصها كده هدخلها الفرن وهوريها لكم دلوقتي لما تطلع هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا انا بعصها من الظهر ومن على الوش ومن الظهر اهي كده، هنا كده دي ادري الفرخية دي كده اهي. اظبطي يا حوت انا الوركين دول برضو كده، وهدخلها الفرن بقى تحت الشواية هتتقزقز معانا كده وهتطلع ايه ملهاش حل، هتشوفوها دلوقتي طالعة جميلة اهي. دي لما تتحمر البطاية بتاعتنا بقى لما تتحمر من على الوش هروح جاي قلبها على الظهر عشان تتحمر من وش ومن على الظهر اهي. بصوا بقى كده منظرها عامل ازاي، ادخلها الفرن بقى. حبايبي كده طلعت البطايه اهي من الفرن، اتقزقزت هي والصدر الفرخه جميل اهو، طلعتهم اهو بسم الله ما شاء الله طلعوا متقزقز وجميل، وهو من ورا من الظهر برضو. بصوا اهي بسم الله ما شاء الله اتحمرت كلها اهي، وطبعا المحشي معانا برضو خلص اهو كده خلاص، فاضل بس حاجات بسيطه. وهنا الرز برضو سخنه اهي سخن، وهنا حبايبي الفاصوليا بتاعتنا اهي طبعا مس اهي، يعني حاجه جميله جدا يعني، والصلصه بتاعتها فوق الروعه يعني فوق الروعه يعني اهي. حبايبي شوف انا عملت ايه كمان، عملت محشي خاص. شوفوا بقى اللي عارف المحشي الخاص ده بقى ايه الافيونه بتاعتي، يعني المحشي الخاص ده انا بعشقه جدا. لا تقوليش بقى كرومبو ولا تقولي بتنجان ولا كوسه ولا فلفل ولا اي حاجه خالص، ده الافيونه بتاعتي تحفه تحفه يعني. بصوا بعشقه، عملته كده ايه معاكم كده بس ما صورتهوش برده من ضمن الحاجه عشان انا اول مره اعمل فعلا المحشي الخاص، بس ان شاء الله ايه هنحشيه مع بعض مره تانية عشان بس مش كان عندي وقت عشان ايه اخلص بسرعه عشان اختي معايا هنا بنعمل مع بعض يعني. وطبعا قرن الفلفل ده هيبقى مديله طعم وريحه بقى جميل جدا، ونحط عليه برضو قرن شطه كده بس ايه اي حراقه بس ماشي هشوف هحطه برضو.
وده يا حبايبي ايه كده خلصنا، وهنغرف بقى الاكل مع بعض كلنا كده. نحط المحشي البتنجان والمحشي الكوسه والفاصوليا والرز والبطايه بتاعتنا الجميله كده ايه، ونشوف السفره بتاعتنا بقى شكلها ايه. حبايبي ده غدا النهارده بقى، ادي البطه بتاعتنا الاساسيه والفاصوليا المحشي والرز وكل حاجه انا عملتها معاكم قبل كده، بس الاساسي معانا البطايه الجميله دي، وادي المحشي اهو، وعندنا الكوسه والرز، وهنا المحشي بتنجان فاصوليا والمخللات بقى تشكيله جميله كده زي ما شايفينها. ودي بقى ايه الافيونه بتاعتي، شوفوا طالع عامل ازاي، انا هركز عليها بقى، شوفوا منظرها جميل جميل، والمحشي طالع بيلمع وحاجه بصراحه تفتح النفس اهو. ده ورق الخس بتاعي، مش ورق عنب على فكره، ده ورق خس اهو، منظره جميل جدا. والغدا النهارده بيشهي وطعمه جميل جميل على رأي بقى ايه حبايبنا السوريين. حبايبي ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.